تأكيد صريح ونظرة خالصة تحمل المعاني كافة التي يرغب كل طرف في إيصالها إلى الآخر، ولقطة سجلتها عدسات الكاميرات لآخر ظهور جمع بين الثنائي ابن زايد وابن سلمان معا في لقاء واحد. تصرف غير متوقع ولقطة مفاجئة أصر ولي العهد السعودي على أن يكون بطلها برفقة الشيخ محمد بن زايد، خاصة وما بعدها من أحداث ومجريات كان مثيرا وحمل الكثير من الظنون الخانقة. فما هي القصة؟ لحظات تبكي الأعين فرحاً على ما يجمع بين الشقيقين رئيس دولة الإمارات وولي عهد المملكة العربية السعودية، فحتى الثانية الأخيرة لمغادرة الشيخ محمد بن زايد إلى بلاده بعد زيارة رسمية إلى الرياض، كان ابن سلمان برفقته لم يرغب في أن يتركه إلا على سلم الطائرة التي وقف ابن سلمان أسفلها، وعلى باب الطائرة يشير إليه رئيس دولة الإمارات في سلام بروتوكولي معتاد، لكن رصد وهو يتمرد على بعض القواعد البروتوكولية من أجل شقيقه ابن زايد. إذ ظهر ابن سلمان وهو يتحدث مع نظيره للحظات معدودة، وكأن الساعات التي قضوها معا على هامش الزيارة لم تكن كافية لتكشف ما في قلب كل منهما للآخر. ابن زايد كان يشعر بحرج بالغ في تلك الأثناء، ويدرك أن ولي العهد يقوم بما لم يقم به مع غيره، تأكيدا على قيمة العلاقة التي تجمعهما معا وتجمع الشقيقين على مدار تاريخهما الطويل. كما أنه التفت أكثر من مرة وهو يصعد إلى طائرته حتى يتأكد من أن ابن سلمان غادر أم لا، لكن ولي العهد السعودي لم يرغب في مغادرة المطار قبل طائرة شقيقه. فالمشهد الصادق كان لابد منه للرد على الشائعات المغرضة كافة التي طالتهما خلال الفترة القليلة الماضية، وأثبتت بالحجة والدليل القاطع أن العلاقة بين الإمارات والسعودية أكبر من أي خلاف في الرأي، خاصة بعدما تصاعدت حدة الكلمات حولهما، وأبدع المختصون في هذا السياق المرير الكثير من السيناريوهات الخبيثة لإظهار صورة مخالفة ضبابية في العلاقة المستقرة. وربما ترك الثنائي كل هذه الإثارة حتى اللحظة الأخيرة كان مقصوداً، فابن سلمان جاء ليودع ضيفه العزيز ولم يتركه على باب طائرته عائداً إلى بلاد زايد، لكن بعدما أصر على أن يبعث برسالة للجميع مفادها ألا فرقة بيننا. ورغم بساطة الموقف إلا أنه يحمل الكثير من المعاني ذات المغزى فيما يتعلق بمستقبل العلاقات، إذ كان الحرص في ذلك اللقاء الأخير الذي جمع بين الثنائي الأشهر عربياً وخليجياً على الظهور بشكل محدد، ينبئ بأن الشيخ محمد بن زايد وابن سلمان يعلمان جيداً حقيقة ما سيحدث بعد ذلك في الإعلام. برأيكم، هل تستحق الشائعات المثارة في الوقت السابق الظهور بمثل هذه الطريقة للتأكيد على حقيقة قائمة وثوابت لا مساس بها في العلاقة بين الشقيقين؟